العملية انباغت إقدام أبطال اللواء الثاني حراس الجمهورية بالسيطرة والتطهير لهذه السلسلة الجبلية الذي كان يتحصن فيها عناصر العدو ميليشيات الحوثي واتخذوها مواقع لاستهداف القوات المشتركة. في عملية باغتة قام أبطال اللواء الثاني حراس الجمهورية بتطهير والسيطرة على السلسلة الجبلية التي كان يستخدمها عناصر الحوثي، وبعد السيطرة عليها سيتم إعداد عملية مواصلة تطهير ما خلف هذه السلسلة الجبلية حتى كوف مران.